بطموح مختلف دخل فريقا الرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي أرضية الملعب وعينهما على النقاط الثلاث. طموح أخضر بالعودة من العاصمة العلمية بفوز قد يحسن وضعيته في المقدمة، مستغلا حماس الجمهور الأخضر الذي أصر على رفع التيفو احتفالا بالذكرى 66 لتأسيس فريقهم وإن خارج الديار. أما الفاسيون فدخلوا برهان الإبقاء على النقاط في فاس والإبقاء معها على أمل الهروب من شبح السقوط إلى القسم الوطني الثاني. الفريق الأصفر دخل اللقاء بدون مقدمات وباغت الرجاء بهدف أول في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب أنور العزيزي. الرد الرجاوي لم يتأخر كثيرا وأسفر الضغط المتواصل لرفاق الغائب خالد العسكري عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 11 بتوقيع من اللاعب ياسين الصالحي مستغلا هفوة دفاعية، وهو هدف أعاد الأمل إلى المدرجات الخضراء. بعدها بثلاث دقائق هفوة من الحارس بوجاد واللاعب عبد الرحيم بن كجان يرجح الكفة من جديد لصالح المغرب الفاسي. هفوة كاد يعيدها بوجاد وسط تخوف كبير بدا على محيا مدرب الرجاء جوزي روماو. الضيوف حاولوا تعديل الكفة عبر تكثيف الهجمات والانسلال عبر الأطراف، لكن مصيدة التسلل وتألق الحارس الكناني حال دون تحقيق لاعبي الرجاء لمرادهم. وحاول الفريقان تنويع اللعب عبر التسديد من خارج المنطقة كهاته الفرصة التي حاول من خلالها التقناوي مباغتة بوجاد، رد عليها جواد إسن بتسديدة دقيقة انبرى لصدها الحارس الكناني ببراعة. سلاح الكرات الثابتة شكل عنصر خطورة للفريقين، لكن النتيجة بقيت على حالها رغم المحاولات المتعددة، وأتيحت لأصحاب الضيافة فرصة التعزيز من نقطة الجزاء، لكن موسى كوني أضاع على المغرب الفاسي فرصة الإطمئنان على النتيجة، وهو ما خلف حالة من الغضب عبر عنها المدرب رشيد الطاوسي. في الشوط الثاني دخل الخضر بضغط أكبر من أجل تعديل النتيجة ترجمته فرص ضائعة بسبب وقوف العارضة إلى جانب الحارس الكناني أو بسبب سوء تفاهم بين لاعبي الرجاء كهاته الفرصة التي ضاع على إثرها هدف محقق انحبست معه أنفاس جماهير المغرب الفاسي وأثارت غضب حمزة بورزوق الذي كان قريبا من معانقة الشباك. ولم يحمل الوقت المضاف أي تغيير في النتيجة لينتهي اللقاء بفوز ثمين لفريق المغرب الفاسي يبتعد به عن منطقة الخطر، فيما يزيد من تعقيد مهمة الرجاء في المنافسة على لقب البطولة الاحترافية.